سيشن نمبر 3 جنو سيشن اكس ليفل 2. اوكي في كوماند واخدينا من الكورس الاول ديف داش اتش اللي هو ديسبلاي انفورميشن اباوت فايل سيستم ديسك سبيس يوزج اون ذا ماونتد فايل سيستم. يعني انا كان عندي فايل سيستم هو ماونتد في الكمبيوتر بتاعي من دير دي اف بيعطيني السبيس اللي يوزد فيه بيعطيني انفورميشن ثانيه وين ماونتد اسم الديفايس. طيب اخذنا من قبل حتى هو دي يو used for estimating file and directory space usage. The name DU stands for disk usage. DU يعطيني estimate الفايل او directory قداش يستعمل في space على الفايل سيستم تاعي. يجي قبلها سمعت DU يعطيك داش اتش هي humanized. DU نفسه. DU هو disk usage. short for disk usage. يعطيني لما ندير DU لفايل معين يعطيني قداش فايل هو مسترج. estimation. تقدر على directory. واخدينها من الكورس. نخش على حاجات جديدة. List in disks and partitions. في ال SPLK list information about all available or the specified block device. يعني نقدر نقول نبي block device معين أو نديرها من غير أي arguments من غير أي flags. يعطيني list of all the available block devices. The lsblk command reads the system, file system and udiv database to gather information. If the udiv database is not available or lsblk is compiled without udiv support, then it tries to read labels and unique identifications and the file system types from the block device. يعني يمكن يقرأ من الديفايس نفسه. Targeting disk versus targeting partition. لما نبي نستعمل البلوك ديفايس نفسه نبي نعطيك ارجمنت لواحد من البرامج باش نستعمل البلوك ديفايس. نقدر يعني تارجت الديسك كله باسم البلوك ديفايس من غير الرقم بتاع البارتيشن مثلا. يعني هو في ديفايس مثلا اس دي اي بيكون مرات عندك اس دي اي 1 واس دي اي 2 واس دي اي 3 هما بارتيشنز تبع اس دي اي. اس دي اي هو البلوك ديفايس. يعني لما من غير رقم انا ندير تارجت الديسك كامل. لما ندير له رقم بندير تارجت لبارتيشن معين. يعني مثلا كي تفكروا لما درنا بون لايزو درنا تارجت للديسك كله. فتفرق ضروري تعرف. ما تبدأش ندير اس دي لان في حاجات تبدا بحاجه ثانيه على حسب نوع البلوك ديفايس. وكلهم في النهايه فيهم نمبر كان في بارتيشنز. ليستن ديسكس اند بارتيشنز. في عندنا برنامج اسمه اف ديسك شورت فور فورمات ديسك. يخدم از روت بس لان تبي تعطيه اكسس لجميع الفايل سيستمز باش يوريك شنو فيه. دير اف اس اف ديسك داش ال باش يعطيك كل الديسكس والبارتيشنز. بعدين بنستعملوه لقدام في السلايد الاخيره في فورماتنج. لك تو في الكوماند هو بيعطيك ليست. اف ديسك از اوسو نون از فورمات ديسك از ا دايلوج دريفن كوماند ان لينكس. يعني دايلوج يساعدك تعطيه يعني مش حتعطيه كل الارجيومنت في الفلاج من الاول. زي ما تقول هو بيدير بوك ثرو بيقول لك شنو تبدا تدير وفيه هيلب وهيك زي كانها شيل ثاني يعني البرنامج بتاعه فصه هلبا اوتبوت تكست باش يساعدك تفهم شنو صاير لان هو فيري امبورتنت كوماند. يعني في فورمات في حاجات يعني ممكن يعني كان درت حاجه بالغلط يمكن تفسد السيستم تاعك فلذلك ياكد لك زي الوزرد. يعني It is used for to view and create, delete, change, resize, copy, and move partitions on a hard drive using the dialog-driven interface. دهش فوق عشوي كتير. Listing mounted storage disks. الدير mount حطال كل mounted storage mounted storages. الدير mount تسامل grip تعطي div name يعطيك ال information about div اللي تعطتها works. The mount command instructs the operating system to attach a file system at a specified directory. You can mount a file or a directory if you have access to the file or directory being mounted and write permissions to the mount port. يعني أنا ضروري عندي access لل file أو directory اللي نبي ندير له mount وضروري عندي permissions لل وين بندير له mount. يعني نبي ندير يعني بناخذ ديسك أو يمكن يكون أي حاجة يمكن يكون network service. اعطتني فايل سيستم نقدر ندير لها ماونت في دايركتري معين ضروري عندي رايت بيرميشنز للماونت او ضروري عندي اكسس للديفايس ولا النتورك سيرفيس. عن ماونت ستورج ديفس فيري ايزي دير يو ماونت سلاش ديفس سلاش اسم الديفايس كان هو فيزيكال
كان مش فيزيكال ولا مثل نسيت اسمه وتعرف الديركتوري اللي هو ماونتد ليه تقدر تكتب الديركتوري كان ممكن يجيك اسئله دير يو ماونت الديركتوري وين ما هو ماونت تعطيني تأكيد ابسولوت باث بارتيشن تيبلز اند بارتيشنز اند فورمات طبعا لما بدي بارتيشننج بدي تارجت للهارد ديسك ميمو نقول لك انت وبعدين بتستعمل اف ديسك كاتب لك قبله سودو تقدر تستعمله كروت طول مثلا ضروري تخدمه بسودو او روت وبتعطيه الديفايس شنو اللي تبي تدير عليه بتخدم عليه بتغير له فورمات تدير له بارتيشن تيبل ولا حاجه زي تدير بي بيعطيك كارنت بارتيشن تيبل بتعطيه ام يعطيك هيلب لجميع الكوماندز اوكي تعطيه جي باش يدير لك بارتيشن تيبل من نوع جي بي تي اللي هي ديما نستعملوا فيها تقريبا تعطيك سايز اكبر يعني كان عندك سايز كبير هارد درايف ولا حاجه جي بي تي احسن في غيرها انواع ثانيه ديما نستعمل جي بي تي وتقدر ان باش تدير بارتيشن جديد وفي النهايه لما تكمل بتدير دبليو باش تدير رايت تشينجز ما يكتبش التشينجز هو بالاخير بكل انت لين تتاكد من شنو عندك شنو غيرت لما انت ستفاد التشينجز دير دبليو باش تدير رايت التشينجز هذا اف ديسك استعمالها في بارتيشن بالنسبه للفورماتنج نستعمل برنامج اسمه ام كي اف اس ميك فايل سيستم لما بتستعمل الفورمات بتارجت اكزاكت بارتيشن يعني انت هنا بتجي بتدير البارتيشنز بتاعك بتدير البارتيشن تيبل بتقسم بارتيشنز بعدين بتجي هنا باش تدير له فورمات تعطيه فايل سيستم معين للبارتيشن بتاعك مثلا اكس فات ولا فات 32 ولا اكس تي 4 في الديبيان عندي هنا نازل من الاول هو اكس فات فيوز واكس فات يوتز كان مش نازل بتنزل كوماند اهو كان كنت مثلا في دورة ولا دي ولا ستوس بتستعمل دي ان اف ولا يوم ودي الانستول وتتاكد ان عندك السورسز المضبوطه اللي فيهم باكجز هم تبي تستعمل عن طريق تبي تكون سوبر يوزر تستعمل يوزر سودو او تستعمل روت بس تستعمل ماكفيس هو ماكفيس دوت الفايل سيستم يعني ماكفيس دوت اكس فات كان تبي تدير اكس فات ماكفيس دوت اكس دي 4 كان تبي تدير اكس دي 4 حاولت تكتبها بطريقه بس تفهمها ان شاء الله تنفهمك اف اس تايب وتايب يمكن يكون اكس فات او اكس دي 4 يعني ميك فايل سيستم دوت اكس فات او ميك فايل سيستم دوت اكس دي 4 على حسب شنو نبي ندير وتقدر تدير ليبل عن طريق داش ان داش ان ليبل وفي النهايه كده بتعطيه وين ديفايس اللي بيدير له الفورمات وبالتارجت الاكزاكت بارتيشن النمبر يعني بتاع البارتيشن معاه ماونت ستورج تو دايركتوري في العاده ماونت ستورج تكون على ستاش ام تي ولا ستاش ميديا لكن يمكن تحطها لاي دايركتوري عندك وما انت تبي تقدر تحطها ما فيش اي رولز على الموضوع هذا لكن يوجوالي تحطوا فيهم غادي وباي ديفولت لما انت تستعمل في جوجل دي ماونت اللي تحط فيهم غادي في العاده احيانا لا لكن هيستوريكلي هيك بتستعمل سودو او تكون روت وبتدير له ماونت للديف الديف بيكون البارتيشن بدي تارجت البارتيشن هنا وبتحطه بدير سبيس وبتعطيه تاني ارجمنت هي الدايركتوري ابسولوت بات وين انت تبي تحطه اللي وين بدير له ماونت الديفايس اهو طبعا مش لازم يكون ساج ديف ويمكن يكون حاجه نتورك نرجع لها بعدين ما يستوصل يعني لو عندي سيرفر نضيف عليه ديسك جديد صح؟ ايه تقدر واحدة من الحاجات ايه ممكن يكون حتى يو اس بي في الديسكتوب بتاعك كان تبدي انستول شوي خلينا نكمل بس list directories by space used في كوماند اسمه ncdu optional مش لازم تستعمله لكن يمكن يعني استعمله يعني في اربع ناس تحبه يعني استعمله بسيط تنشوفوا كيف نستعملوه تستعمل روت باش ياخذ اكسس على جميع الفايلز اللي عندك وتقدر داش اكس باش يوريك اللوكال سيستم فايلز اونلي ما تبيش انت تشوف مثلا النتورك ماونت ستورج حاجات زي هيك تاخذ وقت اللي هو بيشوف جميع الفايلز بيشوف جميع الفايلز ويحاول يدير استيميشن للفايلز سايز تاعهم قديش يستعملوا في الديسك بدير له تعطيه سلاش باش يشوف الفايلز كلهم بيديرهم ليست فروم بيجست تو سمولست
اكبر فايل بيطلع فوق او اكبر دايركتوري. دايركتوري اسمه فايلز بالضبط. تستعمله بس تشوف ايش اكثر حاجه تاخذ سبيس في السيستم تاعك. كنت وصلت مرحله تبي تنقص سبيس تقدر تشوف حاجه كبيره تحتها. The NCDU command provides a convenient way to review files and the disk space being used on Linux system. Very self-explanatory. سهل بإذن الله استعمالها تنشوف كيف تستعملوه بعد شوية. هنا automatic partitions at boot. في فايل اسمه fstab. etc/fstab. مفروض يعني ما تكترش على تستعمله كنا في حاجة ضرورية فقط. هذا شين بيدير أي حاجة موجودة في fstab بيدير لها mount at boot. بداية السيستم يعني انت كان مسحت حاجة موجودة من قبل ما عادش بيخدم السيستم تاعك لين بتعدل فيه الافتتاح مرة تانية. فضروري تكون متأكد لما تبي تستعمله. ليش رقم your Linux systems file system table aka fstab is a configuration table designed to ease the burden of mounting and unmounting file systems to a machine. ديما في العادة فصلها الحاجات اللي ضروري تكون mounted في on boot لما السيستم يبدأ. هذا fstab. fstab ما يستعملش في ال slash dev slash حاجة. يستعمل في حاجة اسمها UUID Universal Unique Identifier. باش تاخد Universal Unique Identifier في command اسمه BLKID. BLKID تعطيه اسم الديفايس يعطيك ال Universal Unique Identifier. Okay, the BLKID command allows you to display information about available block devices. Okay. هذه السيشن تاع اليوم ان شاء الله. البارتيشن تيبل تاع الهارد ديسك. انت ما عندك هارد درايف. انت قبل تدير بارتيشن تدير بارتيشن تيبل. صح ولا مش في تيبل في الهارد ديسك موجودة فيها البارتيشنز. هذا اللي بيقرا هنا هو البارتيشن. ايه الهارد ديسك في العاده فيه حاجه اسمها بارتيشن ليست ولا بارتيشن تيبل. بارتيشن تيبل فصلها البارتيشن تاع البارتيشن تيبل نفسها هي تكون زي بقول فورمات معينه. الفورمات تاعها جي بي تي احنا نسميها. في غيرها ام بي ار تقريبا يعني على اساس السيكتورز من قبل انت وحاجه هيك ممكن ما اعرفش بالضبط مشان كيف تتكون لكن مهم فصلها بارتيشنز. فهمتك. معلومات عن بارتيشنز هو فيها فورمات معينه وتدعم في ستورج اعلى حجم ستورج اكثر من ام بي ار وغيره. تبي تستعمل حاجه ثانيه تقدر فيه تدير ام فور هيلب ويطلع لك انواع هذيك. هو نديروا له ستور نديروا له سبير عندي سؤال كنيسه اللي رات الستورج مشان احنا قلنا ندير الماونت كلها في البدايه الواحد عندنا ليش الستورج انا شيء سبيس على الديسك انتو بدايه الستورج اه نبي نديرو مانج نبي نسمو مانج من البدايه فهمت عادي بس جرافيك لا جرافيك ولا عادي مش مشكله في اكثر من حاجه شويه بس اكثر حاجه دار تو مين تايبس ام بي ار اند جي بي تي. ام بي ار ستاند فور ماستر بوت ريكورد اند از ا بيت اوف ريزيرف سبيس ات ذا بيجينينج اوف ذا درايف ات كونتينز انفورميشن اباوت هاو بارتيشنز ار اورجانيزد. في هلبا دو على هلبا شوفوا كيف يدير فيه بذكر ما يبين
في ارسينكس وكي شكل في الدوكيمنت. جي بي تي جي او اي دي بارتيشن تيبل. جي او اي دي بارتيشن تيبل. اعطيك زي جي او اي كي تصير تدير بارتيشن سهل. تقدر تدير بارتد برنامج اسمه بارتد. كان عندك يعطيه الدب بتاعك يعطيك النوع. قالك GPT is an alternative contemporary partitioning style. It's intended to replace master boot record system. يعني GPT أسرع. يعني more modern. GPT has several advantages over MBR, which has quirks dating back to the MS-DOS time, Microsoft DOS. With the recent developments of formatting tools, it is equally easy to get good dependability and performance for GPT or MBR. Get the dual boot Windows, both 32 and 64 bits using legacy BIOS, MBR scheme is required. يعني في حاجات تبي تقرا عليها انت كان عندك سبيسيفيكيشن معينه يمكن تجي تقرا تشوف شنو اكثر حاجه تصلح للسيتويشن بتاعك انت. لكن الديفولت انا جاك للMBR والله تنزل نشوف الديفولت MBR بارتيشن default is MS-DOS. لكن default for Wi-Fi default based system is GPT. يعني ممكن له علاقة بنوع جهازك. هذه من ال documentation تاعت البيان. البيان صارت مولي ضعيف مثلا. تم السلاشة استنى فيك تم السلاشة فيك صراحة من المهم بدو يديروا في الـ VGM وتقسيمة جديدة وكريب ديسك واحد معاش بدأت من لسه في براحة ديفولت الهام ده شيخ كيف؟ الهام ده شيخ شين كده شيخ؟ ديفولت جديد كان في مونتو لو تنزل ديفولت داخل 50 جيجا لا ما فيش تقريبا هو داخل ده رزق كلك بديفولت هذا ديبيان انت مش نزلت ديبيان ما نزلتش ديبيان معنا في كورس ما فيش حاجه زي يعني احنا نزلنا احنا ما فيش ريكورد دمات معين doesn't make sense حتى انه هو يكون 50 جيجا بايت بس ممكن هذا مينيمم ريكويرمنت ولا حاجه زي هيك ما نعرفش ممكن يكون حاجة خاصة بالبوينت شوي وانت هم فصل كل الديركتورز انتا اليوزر كل يوزر في الديركتورز انتا عمال لازم ما شوفت راح Yeah.
تابعين معنا ولا؟ لا والله. دوا كيف خشينا على البارتيشن؟ خنديرو جو باك. أنا جيت هنا أول ما طلعت من تايم. فكرة فيها النت. المهم اسألني على التايم زون، درت حاليا إيستن، ناوي بعدين شوي نتأكد منها باش ندير تايم زون لأن فيها. حاول يوصل توقيت مصر. فهنا وصلنا للبارتيشن ديسك فيز من انستليشن. قال هي اوفر فيو اوف كرنتلي كونفيجر بارتيشنز اند ماونت بوينت. سيلكت ا بارتيشن تو موديفاي اتس سيتنجز فايل سيستم ماونت بوينت اتسترا وفري سبيس كريت بارتيشنز اور ديفايس تو انيشلايز اتس بارتيشن تيبل. انا عندي ديفايس هو زي ما نقول هارد ديسك داون اسمه اس دي اي سلاش ديف سلاش دي ما فيش بارتيشنز. نجي هنا بصيت على تبدا انتر قال لي يو هاف سيلكتد ان انتاير ديفايس تو بارتيشن اف يو بروسيد ويت كرييتنج ا نيو بارتيشن تيبل اون ذا ديفايس ان اول كارنت بارتيشنز ويل بي ريموف. انا ما عنديش مشكله ما عنديش اي داتا فيه ونبي ندير نيو امتي بارتيشن تيبل اون ذيس ديفايس. نقول له يس تمام. جينا هنا عندي هذه كلها فري سبيس نقلب السنوب فيو نفس الشيء ريفرس انشلايز باتنتين هذه كلها فري سبيس نرص عليها ندير كرييت نيو بارتيشن معنا شباب ولا
أنا عندي نقدر نكتب partition size max can be used as shortcut. تبي تكتب max في آخر partition درتها مثلا. أنا مثلا خديرو قداش مثلا 80 هو بحث 70 70 جدا بحث 70 هنا بارتيشن 70 جيجا بايت يكون برايمري لا يكون برايمري رايسك اه وبنديرها في البيجينينج بتاع الهارد درايف بتاع الثاني يكون بعدها يكون بنديرها اكس اكس تي 4 يكون اللي فيه الروت بتاع السيستم نديرها ليبل مش مهم ريزيرف بلوكس ليبل سيم نقول لها تدانس تنبس بارتيشن بعدين بتكون عندي باقي سبيس طلعت عندي هنا 67 جيجا بايت بس عليها وتقدر لها اوتوماتيك بارتيشن تقدر كريت نيو بارتيشن نفسها هي نقدر نقولها ماكس هنا هي نفس الشيء نفس المعنى نديروا لوجيكال و اي اكس تي 4 تكون تقدر تديرها بهذا هنا كتب لي بريف وبروحها انا بعدها بتكون مستشفى تقدر تغيرها انت تقدر حاجه ثانيه. المهم هذا الاتفاق هذا بارتيشن واحد ثاني تستعمله في اي حاجه هو تقدر تدير الماونت بوينت تقدر تدير الماونت بوينت حاجه ثانيه احنا الروت اعطيناه للبارتيشن الاول فيه البوت ما مش هستعمله. احنا قسمناه مثلا قلت لها 70 67 بوت هو مش البوت تقريبا بيديرها بروحها تبع الاولاد ايه سلاش بوت هو اي حاجه ما درتهاش هنا حتكون تبع السلاش هذيك تبع السلاش بريف السلاش بس هي في العاده كل شيء تحتها السلاش هي تب واحده بوت واحده روت واحده هون شوف قديش واحده اكثر من ثلاثه هذا شنو يديرها حاجه ثانيه شوف قديش عندك واحده هنا عندك روت بوت والهوم والتن واليوزر اي دايركتوري تبع السيستم يدير كلهم موجودات هنا عندك 1 2 3 4 5 6 7 8 9 انت مش لازم تديرهم كلهم مش لازم تدير الا واحده بس كانت تبدا فعندك تحكم انت تقدر اي حاجه تبغاها تقدر تدير هذه لهم كلهم هذه لهم كلهم كانت الاولى هي تحكم كلهم لانك انت ما عندكش الا بارتيشن واحد درتها هي كلهم بيمشوا غادي كلهم بيمشوا غادي زي اللي يكون عندك زرعته هو تقدر تدير اي ديفايس دير له مونت وين ما تبدا فشن تبغى ديروا هون مثلا وتقدر ديرها مانولي في حاجه ثانيه تقدر ديرها مثلا تبع ام ان تي سلاح اي حاجه ثانيه مثلا كانت تبغى ترى دير مانولي اوكي ديروا مانولي سلاش ام ان تي سلاش بارت 2 هذا ستورج بنستعملها انا يعني مانولي مش السيستم مش حيستعملها براحه يعني بيقول لك بالطريقه هذه هيك تقدر هون تقدر اي حاجه ما يعني ما هيك الطريقه هذه يعني بارتيشن براحه مش حيستعمل السيستم باي ديفولت كتب هوم وان هيك في العاده هيك يدير وبعد ما ياخذ الروت ياخذ هون الهوم تقدر زي ما تبي تقدر تعطيه 10 جيجا 10 تيرا بايت زي ما تبي مش اوكي لا انا اتوقع مش هيك هيك اللي اعطيه 3 جيجا لانه مش حيعطيه لانه هو مش حيختي هيك يعني ماوس فهمت شنو قلت لي؟ قلت لك بنعطوه هذا هو ما عادش بيقول له شيء مش هيخدم لا الهوم تبع روت هو ما هو انت اعطيته 80 لما اجيب له مره ثانيه لا تو السلاش معناها روت فايز سيستم توب ليفل ولا كل شيء غادي تو حتى الهوم غادي ايه كلهم غادي في الاكسباند الهارد ديسك بتاع الروت بروحها ايه الهارد ديسك بتاع بروحها ما فهمتكش الروت كان تعبى الروت حتى الهوم فاضي مثلا عبي في 5 جيجا بس مثلا 50 جيجا الروت تعبى والهوم فاضي با والهوم يقعد فاضي مش نفسه هذيك لما انت داير هوم مونتد في حاجه ثانيه يعني الروم الهوم مش عاطيه بكل هذيك سكسس انا كنت اتوقع الهوم بيمشي على تحت على الروت ايه بيمشي على تحت الروت ويكمل الروت عادي هذيك مجرد سجشن هو لما قال لك يدير الهوم اعطيها شويه جيجا نعم؟ لا لا ما اعطاها 4 جيجا خليها طيب كل وتاني ندير له ريسايزنج للاخر
خلاص يعني ريسايز مش حندير تورا، لكن مرة جاية تبي نديرو ريسايز ندير نديرو نمسح البرتش ونعملو مرة ثانية. مرة ثانية في الوقت كيف يديروا باك اب هيك وبعدين يردوا؟ ايه ممكن، لكن مش حديروها اليوم يعني. ما نعرفش انت تعرف ديرها ديرها كيف؟ لا مشكلة ما قدرتش نديرها. ثاني مرة صارت مشكلة في السيرفر وما درتهاش صح، قلنا اعتقد انه حتى ثاني مشكلة صارت. نعم احنا لما قلنا هوك سلاش هوم مختلف على السلاش هوم الموجود تحت الدايركتوري. لا احنا ما قلناش سلاش هوم، هو مجرد سجشن الاختارر اقترح عليا انه يحط البارتيشن الثاني نحط سلاش هوم اصلا، لكن هي ما قررتش ندير هيك. احنا قلنا نديروا كل شيء في بارتيشن واحد في سلاش عادي روت، وهذا بنستعمله في حاجه ثانيه دير بارتيشن في مكان ثاني. تمام. هو طيب شو طلعنا؟ طلعنا برايمري ولوجيكال صح؟ في بكري في السلايدات في حاجه اسمها اكستندد عندي هنا تقريبا لا اكس تي 4 لا لا تحكي انه هو اكستندد تقريبا في لينكس اكستندد عندي نفس سلايد ثاني تقريبا هي مش عنوان يعني كلمه من بقى قصدك انت في الاف ديسك انه هو يوز تو فيو كرييت ديليت تشينج ريسايز كوبي اند موف بارتيشن، لكن كلمه اكستند ما فيش. لكن بقى سؤال هو مش عارف اللي نعرفه مثلا اكشن في برايمري في اكستند وفي لوجيكال براحه اللي حسب ما فاهم ان البرايمري هو سي مثلا على الاكستند هو كان دي هل هو نفس صح ولا غلط ولا تبي نزيد عليك بشكل احسن غدوه بس ما خططتش بس لأنه هذا السيبر اللي يقصد به الـ LVM لما تخش تكريد هنا يعني تخش بيه الـ LVM تقريبا لا تورد عليك غضوة عشان أعطيك إجابة بس ما تخبطش أعطيك إجابة بكلش عودنا من الاول عندي 137 جيجا بايت بس ندير نيو امتي بارتيشن تيبل تمام عندي توا نيو بارتيشن تيبل وما خصهاش اي بارتيشن فيها فري سبيس فري سبيس يمكن تكون برايمري او لوجيكال فانا بندير فيها نيو بارتيشن نيو بارتيشن سايز قلنا نديرو 70 جيجا بايت ندير برايمري ونحطها في البيجينينج اوكي ف يو نو ايديتنج ذا هينز هذا الاول ولا انا بدي اروح الروت فايل سيستم لو عندنا الاول هو مونتد عليه مونت ذا روت اكس تي 4 70 جيجا بايت برايمري نمبر 1 بارتيشن يعني باقي فري سبيس نديرو كريت بارتيشن قلنا نديرو مثلا 5 جيجا بايت نديرو مونتد لوجيكلي في البيجينينج ل حاجه مانوال نديرو في سلاش ام ان تي سلاش بارت مثلاً. تمام تنسجن تو عندنا واحد روت وواحد ام ان تي ما تبوش نديروا واحد لهم انتم ولا تشوفوا طبعا كيف لما ندير هنا اوتوماتيكلي حياخذ اللون في فري سبيس انا توك حاليا جاي في هون تذكر على جبالك اللي كمان
تأكد إذا تأخذ البارتيشن. احنا مش بعيد، احنا نزرع كله اوتوماتيك ما عجبتكش. انا مش حنبص على ما في شيء، خليه فاضي فري سبيس، دير كونتينيو. You have not selected any partitions for swap space. Look, we did a swap space. So the more other one around. أعطينا سواب أريا، لما سواب أريا مع عشرة تانية حاجة تانية مش هتكسب. هو أوتوماتيك لي سجشن، سجشن هي لأنه هو أتوقع أنك أنت تكسب لي ال الهون بعد. هذه هي بارتيشنز، ثلاثة بارتيشنز بس فري سبيس ما تستعملهاش في شيء. إيه. النظام زي 64 واحد سواب. If you continue the changes will be written to the disk. طبعا قاعد أعطيك الفرصة أن تولي كاتب. Otherwise you will be able to make further changes manually. تتأكد من هذا الديسك، تتأكد من هذا الديسك. Yes. Like a separate home partition allows for the system to be upgraded or reinstalled without affecting user data. السيستم كله قاعد عندك كان براحة، والهوم لليوزر داتا ماليش علاقة بالسيستم. هذا على شيء اسمه فيه، باش انت تقدر تغير في السيستم من غير ما تمس اليوزر داتا. يا خلينا ندور حاجة. انت قلت لي انه بيستعملها براحة فري سبيس. بيفصلها، ماشي ياخذها تحت الروت براحة والهوم براحة. توا لا توا هون الروت سلاش براحة عليك، خاصة للروت بتاع السيستم. الروت توا عليه الروت وفصل على هون الهوم تبعه. قلت لنا في التين هذوك هون في سبيس فاضياتك. انا عايز انها ممكن، لان انتوا قلتوا لي اوتوماتيك بياخذها هون، قلت لي نجربوا هذا راس. على كل في كمان المفروض يكون معك في كل مساحة ولا مشتتة. تنشوفوا بالليفتس تقريبا الليفتس داشل داشل ان شاء الله. Get for new users, personal Debian boxes, home systems and other user setups. A single slash partition plus swap is probably the easiest, simplest way to go. The recommended partition type is ext4. هذه من documentation type Debian. For multi-user systems or systems with lots of disk space, it's best to put /var/temp/home each on their own partitions separately from the slash partition. تمام. Do you wish to scan more media? Scanning installation media finds the label. هذه العايزة اللي استعملناها هي net install مش تام، فهي بيستعمل net. You have now the option of scanning additional media. هذه كان عندك انت ديسك خاصة السورسز نتاع الاب كي باش تنزل منه برامج ثانية. احنا ما عندناش، نخليها عندنا. هذه كان ما عندكش نت ولا عندك طريقة معينة باش تنزل بها برامج. هذه يعطيك كيف تختار ميرور اللي تبيها، بدير بروكسي اللي باش تجيب منها الداتا، لان انت النت انستول ضروري بتكمل تدير سبلمنت البرامج.
like with respect to the issue of swap partition size, there are many views. One rule of thumb which works well is to use as much swap as you have system memory. Swap to نفس الرام كويس. The system may anonymously supply. أنا طبعاً دي مندير في نو لباكج سيرفر يوزر سيرفر هي تبعت anonymous reports على system تاعك للدبين. أنا ندير في نو بدأت كان كده بخدمة في حاجة مهمة ما بيستحسن دير نو أقوله. لكن الدراسة تساعدهم شوية كان صار طبق كل حاجة. تمام. أنا هي very important. دارم ندير أنشيك لديبيان. ما عرفت خلاص. هذا هو ولا معي السيستم نبي ندير ان تشيك لديسك موبايل ما بيش ديسك موبايل بيش نو ممكن ندير السيستم حاليا خلاص انا مش متاكد تو ان لما ندير السيت سيرفر بيعطيني طول لان نقدر ندير لوجين ريموتلي ولا لا لكن كان ما نقدرش نخش من لوك باس ونديرو هناك ندير كونتينيو تو حاليا ننزل في سوفت وير من الديسك نفسه من لايف Thank you.
بعتك لينك في الجروب فالدوكومنتيشن بتاع ريكومندد بارتيشن سكيم اللي كنت نقرأها جوه. أعطي حتى اكزامبل لوتا قال كان اوردر هوم ماشين مايت هاف 512 ميجا بايت اوف رام اند 20 جيجا بايت ساتا درايف اون ديفس اس دي اي دي مايت بي ان 8 جيجا بايت بارتيشن فور انذر اوبريتنج سيستم اون اس دي اي 1 اند 512 ميجا بايت سواب بارتيشن اون اس دي اي 3 اند اباوت 11.4 جيجا بايت on SDA2 as the Linux partition. كلهم حطوا partition واحد. اوكي. تبي تدير grab bootloader اكيد لانك هذا بيقول لي unbootable. warning يعني في كمبيوتر هذا another operating system the installer failed to detect this will make the data operating system temporarily unbootable. يعني كان عندك دول بوت تبي تفكر في الموضوع. فاحنا بنبوش want to be في SDA1. لا خلينا ندير ما مثلا قسمه. هو ما مش تكسير هذا سو وانت بتنزل بس نزل كان تاني في ديفايس ثاني هو نكتبها هيك ديف بس زي ون مثلا بس زي ايه بس مش زي ون ندير باك نتاكد من هنا ما فيش نوبل بس زي ايه تمام سلاش ديف هي نفس اللي اعطيها لي من البزنس نبدا كانت واحده زي ون هو فصله زي ون اللي هو بتاع الاكس تي 4 اللي هو السلاش بتاع الروت بتاع الروت بس دي هون بس خاصه سواب هذه شنو هذه؟ هذه وانت بتحط جراب بوت لودر البوت هم يديرون السلاش الجراب برنامج يدير بوت يخدم في لينكس وانت بتحطها كده بتحطها في برايمري مش برميشن في مش في البارتيشن في الجهاز نفسه في التارجت الهارد ديسك كله ديفايس تمام انت اعطاها لك اس دي اي لكن قال لي بدخلوه مانو يدخل كتبت سلاش ديف سلاش اس دي اي نفسها بالظبط installation is complete. It's time to boot into new system. Make sure you remove the installation media. يعني إذا كان كده USB أو ده ISO مفتوح مفروض نحية قبل دير كتنيو. مش مفتوح كتنيو بس تتأكد إنه يخدم سيستم تاعك ما يديرش installation من جديد. أرسلنا كتيني وده بوت سيستم وتوادي جراب منيو جراب بيخدم براحة يعطيك ثواني كيف بتغير بوت السيستم بتاعك طبعا حاليا يعطي فيه أنا نقدر ندير لوجن تشبه فيه ولا ما تشبهوش هو أكيد شي كبر خطوه عندنا يوزر اسمه مسارات 1 ما كتبتش مسارات 1 باسورد 1 2 3 طبعا ريلايف ما تنساش باسورد هيك اوكي فنبغى نديرو مثلا دي فلاش اتش اوكي انا هيك شفت انا نديرو ال اس بي ال كي يوري فيه انه عندنا كذا بارتيشن بارتيشن ذاك تبعهم بتاعت البوت عندي سواب وعندي السلاش ام ان تي سلاش بارت 2 عندي بارتيشن واحد زاده اللي هو 1 كيلو بايت ما نعرفش ده بيه بالضبط يمكن تابع البوت ولا حاجه زي هيك تمام المهم عندي هنا البارتيشن الاول اللي نديرته اللي هو 65 جيجا بايت اللي ماونتد في سلاش اوكي نقدر نشوفه احنا في هنا
قداش يوزد 1.4 جيجا بايت من 60 جيجا بايت. يعني انا كان نحط حاجه تو في الهوم دايركتوري بتاعي هياخذ من 60 جيجا بايت. اهم ما فيش ضروره انك تدير بارتيشن بروحها للهوم، هذيك مجرد سجشن وهذه ديفولت واي وريكومندد واي، مش لازم تعقد على نفسك. نعم حيعطيك انه في سلاش هوم سلاش مسارات 1. غلطت درت معها سلاش هوم سلاش مسارات 1، هذا ديفولت دايركتوري. اول ما دير لوجن حيرفعك للهوم بتاعك، الا كان كروت حيعطيك سلاش روت. سلاش روت مش سلاش بس. المساحه قاعده فاضي تقدر فيها بارتيشن ما تطلعش هنا. اف ديسك سيشن يمكن تطلع. نجربوا اف ديسك سيشن قداش هذه باش يدير ليستنج ديسكس اند بارتيشنز. ان شاء الله يدير بلس حتى الفري سبيس. طبعا ضروري من تدير تغير على الروت. كتبت حاجة غلط. اوكي نبغى نديرو اف ديسك داش ال. اوكي فعندي كتب لي ان فيه شنو الاكسنت. نشوف شنو الاكسنت. 65/SDMI ايه. والاربعة 4.5 هذاك الباتو اللي درناه احنا ولا؟ بالضبط. والسواب درناه 10 جيجا ولا 2.3 طالب. نعم؟ باقي 70 67 67 لا مش الباقي طلع بارتيشن براحة ما نديرش هيك. لكن تشوف بالضبط شو معناها. تنزيد تسجلها نوت. انا ما بيش رد عليك بحاجه ما مش واضحه 100% لان هذا كورس عرفوا بالكاد الاس بالكاد ال بالضبط الاس بالكاد تو كيف درنا هو ال اوتبوت اللي هو اهو الاس بالكاد لما اعطاني بار 2 وسواب وسلاش وهو كاتب عليه انه 1 كيلو بايت. هذا الهارد ديسك كلها 128. واخر سلايد هو بي ال كي اي دي يعطيك اللي يعطيك بي ال كي اي دي. ماشي بس اس دي اي 2 عاطي هنا 1 كيلو بايت وهنا 14 جيجا بايت. تنشوف لك هنا علاش. تمام سيرفر كله عطيه 128 صح؟ لا لا يبين لي 128 لكن طبعا حتى السيشن هاي بتقول زو السيشن ديف هذه ديف داش اتش اي
انا تبي انت تبي تشوف فري سبيس ولا انا تشوف كمان طول ممكن هي موجود سي اف ديسك هذه مش شايف ليبيا دوكيومنتيشن انت اوتوماتيك لا لا سي اف ديسك سلاش ديف سلاش دي تمام عندي فري سبيس 48.8 نشوف الاكستندد ايش معناها بالضبط كيف معلش بالضبط كيف سي اف ديسك سي اف ديسك واعطيتها سلاش هذا هنا ما نبي نشوف بس انا ما استعملش فيه برنامج جوا لكن نبي نشوف فري سبيس بس هذا بس نبي كواحد وين يخزن فيه مش قلنا لما نخش نكتب دي اف عشان طايتش تمام يطلعوا لي في الوحدات نبي نعرف قال يوم الفري سبيس بتقول تطلع تبي فري سبيس تطلع في تطلع في دي اف ما نعرفش هذه بتاع ريسايزنج نعرفش فين نعرفوها اوكي مو احنا بنشوف فري سبيس هذه فري سبيس الحين كل الموضوع ان مشكله زي قلت لي تبوا يختلون ولا لا ما يختش باذن الله اطمن تقدر تدير ريكي كان كتب ريكي عادي تبي تدير هم بروحها باذن الله عرفت كيف تو تبي تدير بارتيشن تعطيه انه هو يدير الموت في 6 شهور هذه النقطه صار الجي اي صار كيف باذن الله اسهل في الانستليشن دور الانستليشن اسهل من بعض انت كمل دير كل شيء في الانستليشن من قبل خلي الكوماند لاين الانكسبكتد شنو هو؟ سيستم ولا اللي حسب كده بنزل في اللاب بناخذهم في اللاب بنزلهم في 3 جي اي ثلاثة انا بنزله ممكن هو صح الواحد الخدمه في طرق في برامج تستعملهم انا تو راح مني اسم البرامج اسم الطريقه اللي استعملتها قبل لكن في طريقه في كيف يعني قصدي لما تنزل وسائل لا مش قوي انا ما استعملناش قوي احنا استعملنا الجرافيك انستولر بس ما عندناش قوي بكر ما عندناش قوي في السيستم مش تفكر فيها لما درنا ان تشيك قلت لك هي مهمه مش دير ان تشيك باش ما عادش يستخدم هالبا سبيس يعني انا تو درت كوت نبي نشوف فري داشيتش نشوف ان انا مستعمل 115 ميجا بايت بس كان عندي قوي راح استعمل في 600 ولا اكثر اقل شيء هو ولا كم سيرفر عام مثلا هذا سيرفر انت ما تبي اوكي كسيرفر خلينا تو على السولوشن مود ولكن مثلا حاليا تو سيرفر يخدم ويندوز سيرفر ويندوز صح بتغير في لينكس مش حيكون هذاك الفرق حتى قوي حيكون مهما كان متحمل الخدمه اللي كان يخدم فيها الويندوز والله يقول حاجه بالنسبه هو كانك انت تشوف تبي تقول ان حتى في قوه في اللينكس سيستم قاعد اقل رام من الويندوز لكن في بجز مرات في جنوم كان عندي بج في الحوش عندي ديبيان 10 منزله من 3 سنين كل ما ندير له لوك بطن الويندوز ال مره يدير بج لما نجيب نفتح الاكونت مره ثانيه ينطفى الجنوم يدير لك كراش يصير كراش يعني انا خسرت الويندوز اللي كانت مفتوحين كلهم واحده من البجز تضايق فيها هلبه في السيرفر مش مديرها لكن عندي سيرفر فاصله قوي استعمل في تريسكول وما ما في شيء بج لان تريسكول مش ديبيت
وقنوم هيك خير ولا ما نتذكر فيه لأنني ما نخش أنا هربا سعفيري مرة مهم أنت الأحسن ما تستعملش قوي بكل تعالش تستعمل قوي تسافر هون مش هلا بس ستش وتقدم حاجة عندك في الدوكر ولا غير الدوكر نعم؟ السولوشن هذا يكون اسرع لبعض المستخدمين خلينا من المستخدمين لان عندهم خدمه ثانيه اسمها كفاءه قويه لحسب انت سيرفر ليش انت تستعجل عرفت انت لما تقول لي سيرفر انا اوتوماتيكلي بفكر انه بخدمه سيرفر او حاجه ثانيه ما سيرفر ما ديما سيرفر انه مش حيخشوا يديروا لوجين على السيستم تاعك يديروا لوجين على السيرفس اللي انت داير له اوفر على السيرفر انت على حسب استخدامك انت تعرف استعمالك يعني انت عندك استعمال في جوجل نزل جوجل هنا جنرالي في كورسة هو وكورسات تانية مش هستعمل جوجل معاش هستعمل خلاص تكملنا جوجل نو الثلاث سيشنز هذوك خلاص انا لما سالتني نحسبها قصدك لما بتنزل لينكس في 100 سيرفر غير ما في طريقه كيف تنزل يعني كل انستليشن مره واحده من غير ما كل واحد تخش على الانستولر بتاعك حاليا في حساب الانستولر انا حسبت قصدك على الانستولر مش على السيستم ما في ولا لا لا ما فهمتكش حاجات استفسارات يعني ايه طب بالواقع خدمتك انت هل في كذا مالك استحقيت تكون تدير بارتيشن ولا تخدم على الديفولت؟ والله الأكثرية تدير في هارد ديسك زي ما هو تام استعمل فيه لكن في مرة صارت مشكلة سيستم أنا مش أنا داير له سيت أب بوك أنا جيت خدمت في شركة جديدة قالوا لي أنت عندك في لينكس بوكينج جابوا لي سيرفر لقيتها مدايرين حاجات مفروض ما تدارش يعني مدايرين أبلود من اليوزرز فايلز صور بي دي اف وحاجات زي هي يسجلوا فيه في نفس البارتيشن اللي فيه الروت يعني تعبى هذا السيرفر وما عادش تقدر تغير فيه شيء ما عادش تقدر تنزل حتى برامج اللي تبي تساعدك اخذت السيرفر معك فكانت مشكله كبيره عرفت هذه المشكله الوحيده السيرفر بسم الله يعني انت قصدك هل ما صارت لي مشاكل في استعمالك هذه مشكله وحيده لخاطر انت المفروض ما تدير شيء كانك انت عندك ابلود من اليوزر تقدر تحطها في سيرفر ثاني مره واحده اه عن طريق نتورك حاجه زي هيك اه ثاني خليك توريني الكوماند من جديد السي اف ديسك شنو هو اللي وضعنا درنا سي اف ديسك داش ال لا داش ال درنا ولا مش داش ال لا مش داش ال سي اف ديسك سلاش ديف سلاش الديفايس اللي بنشوفه هنا اس دي اي هنا اه فدرت هيك باش طلع لي فري سبيس يستعمل لي حاجات ثانيه قلت سامع فيه اكستنشن وحاجات زي هي احنا نستعمل فيه انا تو استعملته فقط باش نعرض الفري سبيس هذا هو بس بغض تقول لكم شنو موضوع الاس دي اي 2 هي واحنا عطينا 70 ولا ما انا هو ذاك الاول بس نشوف هونس في الهارد ديسك لكن علاش نقسم في الهارد ديسك؟ كان مقسم داش بدا شيء مش مقسم اليوزر ولا حاجه سجل في الروز انت تبي تعرف استعمالك شنو انت هل استعمالك للسيرفر هو هل انت بتحط فيه برامج وسيرفيسز ولا بتستعملك ستورج سيرفر؟ كان بتستعمل ستورج كده تبي تدير بارتيشن ثاني ولا هارد ديسك ثاني جوجل يكون لارج انف باش يتحمل الداتا اللي انت متوقع ان حتخزنها فسطه او انك تستعمل سيرفر ثاني حناخده في سيشنز السيشن اللي بعدها هي اللي طبعا انا غضب السيشن هاي ما كملتهاش بغضب بكون بارت 2 السيشن هاي بعد غضب باذن الله نديروا سيرفر ثاني واحد يكون سيرفر واحد كلاينت لموضوع ستورج ان اف اس يكون عندنا نتورك ستورج نتورك فايل سيستم نعم عادي تقدر لكن هو يستحسن سيرفرات يكونوا جنب بعضهم اوكي اسهل حتى فيها سكيورتي بالاي بي ادرس داخل الاي بي ادرس زوز يعرفوا بعضهم ما انا بونس كنت بارتيشن كانوا مقسمتهاش عادي اللابتوبات بارتيشن مش في حياتهم يتعباش انت مثلا كيف تستعمل مثلا كيف السيرفر هو بتستعمله فيه الستورج انا ننصحك 100% انك تدير بارتيشن بروحه على الستورج هي
اللي هي مثلا سلاش ابلود او اي حاجه اللي بيحطوا فيها اليوزرز بتاعهم ممكن تتعبى الداتا بتاعها حطها براحه ما تخليهاش مع السيستم تاعك، لان انت لما تتعبى السيستم تاعك ضروري احتمال تضطر تنزل برامج ولا حاجه زي مرات انت حتى الاب ما عادش بيخدم خاطر ما عندكش كيف تحط اي حاجه ولا حتى لوك فايلز تحط ماسك تشيك في السيستم ضروري عندك فري سبيس في الروت بتاعك. سؤال في الروت بارتيشن اللي فيه الروت فاتت عليا تلحق عليها تاخر ولا والله المفروض في كيف لكن انا ما درتهاش المشكله هذيك اللي قلت لك عليها الاكزامبل انا كنت ماشي في موضوع معين درت سيستم زيه في ام ثانيه استغنيتوا عليها لا ما كنت استغنيت عليها كنت بنجرب نفس الموضوع فيها باش نتاكد 100% نخدم باش نديرها في غادي لان ذاك برودكشن سيستم وباكينج سوفت وير في ليبيا فما كنتش يعني عندي بديت اتحمس وليت نديرها طول لكن بعدين اعطوها تسليح لحد ثاني فما كملتهاش انا متوقع انه في طريق اكيد في طريق كانوا معبي وما يكفلش حتى برامج نزلها لك لما يعرف يمكن عن طريق الفيم سوفت وير نفسه يمكن تحطه في فيم ثاني ولا حاجه هي شغل تقدر تدير اكسس لكن ما يمكن واحد من الحلول في حلول ثانيه ممكن في حلول احسن كومبريشن مليح ضروري تستعمل كان عندك حاجات تقديمه باك ابس وهيك كان عندك باك ابس وحاجات متكرره هيك تزيد ماذا بيك شبه ضروري انك تدير اركايفنج وكومبريشن تستعمل تار وجيزر طبعا هو يفرق كان انت فايلز في مالبا تكست كان هم مثلا يمكن ايمجز ولا فيديوز يمكن اقل الفرق يكون لكن تكست حيكون اكبر فرق كبير على حسب نوع الفايل مشكلة ممكن تاع سنه فرق بين 25 جيجا نص لا تفرق بدات التكست تفرق الواي سبيس بروحها 4 جيجا بايت قلت لي عندك حاجه بتقولها لنا كيف ندير العيوب من هنا نقدر نكلم حتى شو اسمه فتش تاعك احنا مش قادرين تقدر لكن انا استعمل برامج ثانيه عايز نستخدم السي اف ديسك كويس ها في في فكريات حتى فتش سمي مثلا سمينا ضجة مثل MTTU عشان نقدر نكاري توقع أي هم شرط يكون طايب لينكس مش ستندد نقدر نكاري ما نعرفش تشكيل وخزاك أنا استعرف ديسك وحتى رسالة فشالة وعشوية أنا استعملتها فقط أنا خاطر مش نعرف فري سبيس بس تقدر تستعمل أي حاجة تبقى إذا كنت متأكد حاجة يعني هذه بتعمل كوال لأن هذه تبع ديبين صغير ستيك تو وات يو نو هذه موجودة من قبل في ديبين من الأول وكان كده صغير أنا في حاجة أسهل فهمت هذه معقدة شوي ما تنشوف احنا نفس السيشن هي غضوه الفارتون تاعها تستعمل الديسك وبعدين انت قرر اللي اسهل اللي تحس روحك مرتاح لها اكثر تستعملها لا هذه عوض لكن انت حاجه ثانيه غضوه حناخذ الحاجه الثانيه ويقول ان انت تستعملها ولا لا نشوف انا نزيد نشوف من عندك شوف تولز حتى يدير في هذا الجي واي واحد كي سهل في اللي قال لك يستعمل بارت نعرفها ليه هلبة لكن ما استعملش فيها هلبة بصراحة اف ديسك هي اكثر حاجه استعمل فيها